كثيرا أن ننطلق الآن في درس عبر اللايف موضوعه هو المدينة أفقا للتفكير، وذلك في إطار مادة السوسيولوجيا الحضرية ضمن شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس سادس. طبعا المناسبة شرط، ولا بد أن نفتح قوسا في البدء حول هذا العدو اللامرئي، حول كورونا. هذا الكورونا، هذا الكائن المجهري الذي دعانا ربما إلى إعادة النظر في كثير من الفهوم، في كثير من الاعتقادات، في كثير من اليقينيات. لربما الدرس الأقوى من هذه الجائحة هو أنه علينا أن نعود إلى العلم، وعلينا أن ننتصر للعلم، وأن نهتم بالعدالة المجالية، ونهتم بالصحة، ونهتم بالحرف والسؤال. أتمنىكم بألف خير أحبتي، أشد على أيديكم بحرارة، وأتمنىكم بصحة أفضل، وأن تستغلوا هذه المناسبة التي أعتبرها خلوة علمية بهذا المعنى، هي خلوة صحية ولكنها هي خلوة علمية، لنقترب أكثر من بعضنا، لنضمد جراحاتنا، لنعيد النظر في روابطنا الاجتماعية. لم تكن المدينة موضوعا مستحدثا بهذا المعنى، يمكن أن نقول بأنها مستحدثة من ناحية التفكير السوسيولوجي بأدواته الإبستيمولوجية، ولكن النقاش العام كان دائما حاضرا منذ بدايات الإنسان، منذ انتقاله من واقعة الترحال إلى واقعة الاستقرار، بمعنى منذ نشوء المدن وبناء التجمعات الحضرية الكبرى. أصبحت المدينة في حد ذاتها مصدر قلق ومصدر توتر. أطرح أسئلة في البدء، واسمحوا لي كما أطلب منكم طلبتي الأعزاء أن تمارسوا دوما نوعا من الجيمناز الفكري، ألا تنحد أسئلتكم عند الجاهز واليقيني والعابر، ولكن أن تمتد هذه الأسئلة إلى اللا مفكر فيه، أن تمتد هذه الأسئلة إلى المضمر وليس فقط إلى المعلن. أطرح معكم أسئلة في البدء، هل هناك حاجة اليوم إلى السوسيولوجيا الحضرية؟ ما حدود هذه الحاجة إن وجدت؟ هل هي حاجة قصوى أم هي حاجة دنيا؟ ما واقع الدراسات السوسيولوجية في ميدان سوسيولوجيا المدينة؟ وما هي الأسئلة التي يتوجب علينا أن ننشغل بها كسوسيولوجيين ينشغلون بسؤال المدينة؟ بماذا ينبغي أن ننهجس أكثر؟ ما هي المداخل الأساسية لقراءة المدينة؟ هل يمكن أن نحول المدينة إلى مختبر للبحث السوسيولوجي؟ أكيد أن القول التي أثيرها دائما وهي أن كلنا قرويون لا بد وأن تلقي بظلالها اليوم على محاضرتنا. هل نفكر في المدينة من داخل المدينة، أم يتوجب علينا أن نفكر في المدينة من داخل القرية؟ من أي باراديغم يمكن أن نفكر في هذه المدينة؟ تذكرون جيدا بأن مهمتنا الرئيسية في السوسيولوجيا لا تنحد عند مستوى الوصف. أي نعم، الوصف المكثف بتعبير جيرتز قد يكون لحظة أساسية، عتبة تأسيساتية بهذا المعنى للبحث السوسيولوجي، ولكن مهامنا الأساسية ربما تمتد حتى إلى الاستشراف، بمعنى أن هناك سلم إبستيمولوجي يجب أن نقطعه وأن ندبره بكثير من الحرفية وبكثير من العمق النظري، أن ننطلق بدءا من الوصف، ثم الوصف المكثف، ثم التحليل، الفهم، التفسير، التأويل، ولما لا الاستشراف من خلال استشراف الواقع وقراءته. هذه الخطوات المنهجية ربما يفترض أن نستعيرها اليوم ونحن نحاول أن نفكر في المدينة. نفكر في المدينة كموضوع، نفكر في المدينة كبناء حضاري
نفكر في المدينة كحضارية بهذا المعنى أو كثقافة حضارية. فما هي هذه الحضارية؟ لأن هناك فرق كبير بين الحضارية وبين التحضر. إذا كانت الحضارية تحيل على نمط عيش، على موقف من الحياة تماما كما هو الأمر بالنسبة للقروية، القروية هي موقف من الحياة، أيضا الحضارية هي موقف من الحياة. الحضارية هي نمط عيش، هي ثقافة، هي نظام قيمي، هي بناء ثقافي، هي مجال النفس الاجتماعي بهذا المعنى. فالمدينة تنتج حضاريتها وتنتج تحضرها في نفس الآن. إذا الأمر يتعلق بالسيرورة وسيرورة في نفس الآن، بروسيسوس اكزيستانس او ميم طون، بمعنى أن هناك وجود معين يتحدد ويؤسس لحضوريته، وهناك أيضا مسار تحولي معين يبرر هذه الحضرية التي نتوجه إليها بالدرس والتحليل. أيضا علينا أن نعتبر بأن هذه الحضرية كثقافة وكإمكان هي حال ومآل، ونحن نهتم في السوسيولوجيا بسؤال الحال وسؤال المآل في نفس الآن. حال المجتمع ومآله المفترض. ما هو حال المدينة اليوم؟ وما هو مآلها؟ ما الذي يحدث من تحولات عمرانية، من تحولات ثقافية؟ ما الذي يحدث من حركة ذهاب وإياب بين الهامش وبين المركز، بين الهنا والهناك؟ هذا ما ينبغي أن ننشغل به دوما. أيضا عندما نتحدث عن هذه الحضارية ونتحدث عنها كثقافة، كلغة، كمعيش، كطقوس، سوف نلاحظ عن طريق عيننا السوسيولوجية أنه فعلا هذا الحضري، هذا الذي ينتمي الآن إلى المدينة، يتوفر على ثقافة حضرية ربما تختلف أو تقترب من ثقافة نسميها بالمقابل قروية. وطبعا كما تعلمون بأن المجتمع لا يوضع في صندوق ثلج. شكرا ديل أكلمان. طب الحال أن المجتمع ليس جامدا، لا يمكن أن يبقى هذا المجتمع كما كان بالأمس القريب. لاحظوا معي ما يحدث اليوم وما يحدث ما حدث بالأمس القريب، دائما هناك مياه كثيرة تجري تحت الجسر. إذن ونحن نفكر في هذه الثقافة وفي هذا المعيش، علينا أن ننتبه بأن هناك مبدأ التسربات، أنه هذا المجتمع في حد ذاته تتسرب إليه ثقافات متعددة. لا يمكن أن يؤسس جدرانا مرئية أو لا مرئية بصدد ذاته، ولكن دائما مبدأ التسرب ومبدأ البقايا الثقافية حاضر باستمرار. يوما ما حدثنا ألان تورين بنوع من الاقتصاد اللغوي كما أقول دائما وشساعة المعنى في نفس الآن. قال لنا بأن المجتمع هو تنظيم واستمرارية، بمعنى أنه ما يمكن أن نسميه مجتمعا يفترض أن تتوفر فيه هاته الخاصية أو هذين العنصرين الأساسيين، التنظيم بمعنى وجود تنظيمات، وجود مؤسسات تتضمن مبدأ الاستمرارية في نفس الآن، بمعنى أنها تستمر في الزمان وتستمر في المكان وتعمل باستمرار على إعادة إنتاج ذاتها من أجل تأمين الاستمرارية وتأمين التنظيم في نفس الآن. عندما تكون هذه العناصر حاضرة فنحن أمام مجتمع، عندما تختفي هذه العناصر قد نكون أمام حشود، أمام تجمعات، أمام أشياء لا يمكن أن ترقى إلى توصيف المجتمع. إذن نحن عندما نتحدث عن المجال الحضري فنحن نتحدث عن جانب من التنظيم وعن جانب من الاستمرارية. تنظيم اجتماعي يختلف عن التنظيمة القروية، استمرارية لمؤسسات تختلف أيضا شكلا ومضمونا عن مؤسسات أخرى حاضرة في المجال القروي. وتلاحظون طلبتي الأعزاء أنني من حين لآخر أقوم بهذه المقارنة بين سجلين على الأقل، هما السجل الحضري والسجل القروي.
مبدأنا في ذلك أو سندنا العلمي في ذلك هو لا علم إلا بالمقارنة، لا سوسيولوجيا إلا بالمقارنة. شكرا إيميل دوركهيم. بمعنى أن السوسيولوجيا تتأسس على فعل المقارنة، على هذه الحركة الذائبة بين الهنا وبين الهناك، بين سجلات متعددة لكي نطمح إلى إنتاج المعنى. مهمتنا الرئيسية في علم الاجتماع هي إنتاج المعنى، لا برودكسيون دو سونس بهذا المعنى. إذن هذا هو رهاننا الأساسي الذي ينبغي أن ننشغل به، وينبغي أن نحافظ على استمراريته من أجل أن نؤسس لهذا المنطق. إذن هذا المجتمع الحضاري كيف ظهر وكيف تحول إلى موضوع للسؤال السوسيولوجي؟ هنا الدرس الأنثروبولوجي يفيدنا كثيرا، وهنا اللوحة الخماسية التي تعود إلى ماركس تفيدنا كثيرا. علينا أن نعود إلى البدايات، علينا أن نعود إلى اللحظة التي جرب فيها الإنسان حرب الجميع ضد الجميع. كان رهانه الأقصى هو تأمين البقاء. تأمين البقاء كان يفترض أن يدخل في تجمعات صغرى، وأن تكون الملك الإمكانية صناعة القرار لمن يملك القوة، بمعنى الأكثر قوة هو الذي كان يقود الجماعة، هو الذي كان يقود ذلك الحشد الأول. ولكن هذا في لحظة الترحال. في لحظة ما هذا القوي بتواطؤ مع الساحر الذي كان يمتلك سلطة ترميز العالم وسلطة تشفير هذا العالم، كانت له قوة رمزية بهذا المعنى، هو الذي كان ينتج المعنى. فانطلقنا من سلطة مبنية على القوة وسلطة مبنية على احتكار التأويل، تأويل العالم، فك رموز العالم وإضفاء السحر على هذا العالم أيضا، لأن هذه السلطة الأولى كانت تقوم بهذه العمليات، إلى لحظة أخرى تأسيساتية، وهي اللحظة التي كانت فيها واقعة الاستقرار. واقعة الاستقرار أعطتنا سلطة أخرى تستند إلى ما هو ديني، تستند إلى ما هو سياسي، ولكن تستند إلى ما هو مادي. الأكثر ثراء هو الذي أصبح يحكم. إذن في لحظة عملية الاستقرار بدأت النواة الأولى لظهور المدن، ولكن لاحظوا معي أنه ظهور هذه المدن سوف يؤدي إلى بناء تراتبات. هناك في المركز دائما إما المؤسسة الدينية أو الحاكم أو الذين يملكون أكثر، وهناك في الهوامش الذين يفتقدون إلى هذه الرصابين المادية والرمزية. تكونت المدينة في أولها على أساس التراتب الاجتماعي، على أساس التمييز بين من يملك ومن لا يملك، فكانت مدينة تراتبية بالأساس. الذي حدث هو أن أغلب المدن في العالم إما أنها نشأت في بدايتها لأسباب دفاعية تحصينية، ليس هذا ما يهمنا الآن. ما يهمنا بالأساس هو أن الشروط الأولية لإنتاج المدينة كانت مبنية على التراتب الاجتماعي، كانت مبنية على التمييز بين من يملك ومن لا يملك، وهذا يستمر إلى الآن بصيغ متعددة. طبعا اليوم هناك نوع من استبدال المواقع. قبلا كان المركز هو مركز للسلطة السياسية، ولكن اليوم نلاحظ نوعا ما سماه يعني أنطوني جيدنس بالاستبعاد الاجتماعي، الذي يكون استبعادا اجتماعيا ذاتيا، والذي تقوم به اليوم الفئات الكبرى أو الفئات المحظوظة. قبلا كانت تفكر في أن يكون المركز هو موطنها،
اليوم أصبحت تخرج من المدينة إلى الضواحي من أجل تحقيق فارقيتها ومن أجل ممارسة استبعاد مجالي، ولكنه ذاتي، ليس استبعادا مجاليا غير ذاتيا كما يحدث اليوم لمحدودي الرسميل المادية والرمزية. هؤلاء يتم استبعادهم من المدينة، إخراجهم من المركز إلى مناطق بعيدة من أجل ربما إعادة ضبط التوازنات أو شيء من هذا القبيل. إذن هناك تنظيم اجتماعي حاضر في هذه المدينة. هذا التنظيم الاجتماعي له سند اقتصادي وله سند إيديولوجي، وهذا هو الذي تحدثت عنه قبلا في إطار هذه التراتبية. هو سند إيديولوجي غير معلن، لا تعلنه يعني التخطيطات العمرانية، ولكنه مضمر، وهذا هو الذي ينبغي أن نفكر فيه ونحن نلاحظ ونمارس قراءة في المدينة. كيف يتم تخطيط المدينة، وكيف يتم إنتاج المدينة، وكيف يتم تقسيم هذا المجال بين ربما وضعيات مراتبية متعددة. كل مدينة إلا وتحكي تاريخها، ومهمة السوسيولوجي هي أن يقيم صلحا مع التاريخ. لا سوسيولوجيا بدون تاريخ، ولا تاريخ بدون سوسيولوجيا. إذا كان أهل التاريخ يعتبرون بأن العلوم السوسيولوجية، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس هي علوم مساعدة، فنحن لا نعتبر التاريخ علما مساعدا، بل نعتبره علما أساسيا. يجب أن نفهم الحاضر بالماضي، ويجب أن نفكك الماضي أيضا بالحاضر، بمعنى أن نمارس هذا الذهاب وهذا الإياب المستمر بين الأمس وبين الآن لكي نفهم ما يحدث. حتى وهنا أفتح قوسا بصدد كورونا مرة أخرى، لا يمكن أن نفهم ما حدث إلا بالعودة إلى التاريخ. عودوا إلى الوثائق الغميسة، عودوا إلى عام البون، وسوف تلاحظون بأن الممارسات التي تحدث اليوم كانت بالأمس القريب. مثلا في كتاب قرابة الملح، الهندسة الاجتماعية للطعام، خصصت فصلا أساسيا للمغاربة وعام البون، ووجدت بأن هناك أفظع مما يحدث اليوم، أنه حتى بعض الأفراد لجأوا إلى نبش القبور من أجل أخذ الكتان، يعني الكفن، وإعادة ارتدائه. بمعنى أنه علينا أن نفهم بأن بعض المظاهر السلبية التي لاحت اليوم في التعامل مع هذا الوباء الجائع، مع هذه الجائحة، لها امتدادات ولها تسربات ولها بقايا من الأمس القريب. إذا السوسيولوجي عليه أن يمارس هذا الفعل، أن يقرأ المدينة في تحولاتها، في توبونومياتها، في تسمياتها، في امتداداتها. وهنا سأعطي مثال، أن التسمية أحيانا عندما نطلق أسماء فنحن نمارس من خلال هذه التسمية نوعا من الانتقام الرمزي، تتحول التسمية إلى حركة، إلى فعل احتجاجي على سوء أحوال اجتماعية. لاحظوا معي بأنه في كثير من المدن المغربية هناك ما يسمى بالهامش، وهناك ما يسمى بأحياء الصفية. تأملوا هذه التسميات، ويمكن أن يكون هذا موضوعا لبحث أحد الطلبة. لماذا يسر مثلا الذين يقيمون مثلا في ضواحي مدينة القنيطرة على تسمية إحدى الدواوير بدوار لاحونة، بمعنى رمونة، لاحونة لا قمح لا طاحونة، هذه التسمية التي تحضر. ما دلالة هذه التسمية؟ ألا تعبر عن مضمون احتجاجي؟ مثلا في بعض الأحيان نسمع عن دوار ميكا، عن دوار شيشان، عن دوار قندهار. لماذا استعارة هذه التسميات من سياقات وسجلات مفتوحة على الحرب وعلى الإرهاب؟ ألا يمكن أن نقول بأن هذه التسميات هي تعبير عن غضب شعبي، عن احتجاج اجتماعي على أوضاع معينة؟ هذه مهمة سوسيولوجية، أن تلتقط هذه التفاصيل، أن تحاول موضعتها،
أن تحاول قراءتها من جديد لكي تفهم هذا الواقع بشكل جيد. لأن ما هي مهمتنا الأساسية؟ هي أن نفهم، هي أن نيسر هذا الفهم في ظل عسر فهم وعسر معنى يعتورنا جميعا. اليوم كلنا نعيش أزمة المعنى، ونعيش أزمة الموضوع، ونعيش أزمة المنهج، ولكن عن طريق السؤال وعن طريق تثوير السؤال، بمعنى أن يتحول السؤال إلى ممارسة ثورية بهذا المعنى، يمكن أن نفهم هذا الواقع. إذن كيف نفكر في تاريخ المدينة؟ هل نفكر في تاريخ المدينة بمنظور تكراري دائري كما طرحه ابن خلدون؟ أم علينا أن نعود إلى فرناند برودال الذي كان رائد مدرسة الحوليات لزانال، والذي دعانا إلى إعادة قراءة التاريخ من مداخل أخرى، أن لا يبقى التاريخ فقط هو عملية تكرار للأحداث واقتناع بأننا في ظل نسق دائري سوف يعيد إنتاج نفس الوقائع. أم علينا أن ننتبه إلى تفاصيل أخرى، أن ننتبه إلى تاريخ لم يكتبه القلم السلطاني، إلى تاريخ كتبته الذاكرة الشعبية، إلى تاريخ كتبه المهمشون، إلى تاريخ لم يكتبه المنتصرون وإنما كتبه المنهزمون في يوميهم المكرور، في أشيائهم البسيطة، في تعبيراتهم البسيطة. هذا ما نحتاجه اليوم، نحتاج إلى قراءة المدينة من مداخل أخرى. لا يمكن أن نقرأ المدينة من أسوارها فقط، ولكن علينا أن ننفذ إلى عمقها، علينا أن ننفذ إلى حواريها، علينا أن ننفذ إلى كل أماكنها المظلمة وأماكنها التي لا تصل إليها الكاميرا. هذا ما يتوجب علينا أن نفهمه. عندما نتحدث اليوم عن المسألة الحضرية، وهنا أذكر بكتاب مرجعي لا بد من قراءته، لا بد للطالب الذي يريد أن يتخصص في السوسيولوجيا الحضرية أن يبدأ بهذا الكتاب، وسوف تلاحظون في ذلك المقرر المطبوع الذي وضعته في يعني الموقع الإلكتروني للكلية وبإمكانكم الوصول إليه، سوف تلاحظون بأن في الصفحة الأولى، الصفحة الثانية تحديدا، هناك بيبليوغرافيا هامة جدا، أهم الكتب التي تنشغل بالسوسيولوجيا الحضرية باللغة العربية، باللغة الفرنسية، باللغة الإنجليزية. وسوف تلاحظون بأنني أضفت فصلا أو بيبليوغرافيا خاصة بأعمال مانويل كاسترز. كتابه المرجعي هذا المسألة الحضرية الذي ترجم إلى عشرات اللغات والذي طبعت منه أزيد من 160 ألف نسخة، هذا الكتاب يعد مدخلا أساسيا ومرجعا مركزيا بالنسبة للسوسيولوجيا الحضارية. طبعا مانويل كاسترز يمكن أن نقول بأنه خان نصه الأصلي اليوم، أنه لم يعد منشغلا أكثر بالمسألة الحضارية، وإنما انفتح على مجتمع الشبكات، على مجتمع الإعلام والتواصل، انطلق من المجال الحضري، واليوم يعد من أكبر الباحثين في مجرة الأنترنت، وله كتاب مهم اسمه لا جالاكسي دانترنت. بمعنى أنه انطلق من سؤال بسيط جدا، هذه المدينة، هذا المجال الحضري، هذا المجال الحضري كيف نقرأه؟ هل نقرأه بعين الجغرافي؟ هل نقرأه بعين المؤرخ؟ هل نقرأه بعين المخطط العمراني؟ أم بعين السياسي؟ أم بعين الاقتصادي؟ يجيبنا ويقول بأن القراءة ينبغي أن تكون سوسيولوجية ولكن بصيغة الجمع، بمعنى أن السوسيولوجي الذي يريد أن يختص في السوسيولوجيا الحضرية
يفترض فيه أن تكون لديه ما يسمى بالسميك، يعني الحد الأدنى من المعلومات، السميك كونيتيف بهذا المعنى إنجاز هذا التعبير، من معلومات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، معلومات تاريخية بصدد المجال الحضري الذي يريد أن يدرسه. لا يكتفي فقط بقراءة سوسيولوجيا تعتقد بأن المعرفة تشرق من السوسيولوجيا فقط. اليوم كما أقول دائما بأنه علينا أن نترافع بشأن العلم المنفتح، بشأن العلم المرن. نيتش له كتاب جميل اسمه العلم المرح. اليوم أدعو إلى علم مرن سوبل بهذا المعنى، علم يتأسس على التناص وعلى التداخل المعرفي وعلى الإفادة من علوم متعددة. وعندما نعود اليوم إلى ميشيل مافيزولي كباحث ألمعي، وعندما نقرأ أعماله المتعددة في الحل والترحال، يعني ظل ديونيزوس وما إلى ذلك، أحيانا سوف نصاب بنوع من الحيرة السوسيولوجية. أين يمكن أن نموضع ميشيل مافيزولي؟ هل هو فيلسوف؟ هل هو متصوف؟ هل هو مؤرخ؟ هل هو سوسيولوجي؟ هل هو أنثروبولوجي؟ الجواب يكمن في أنه لا ينتصر لعلم منغلق على ذاته، ولكن ينتصر لعلم منفتح. اليوم لا يمكن أن نفهم هذا الواقع الذي يفاجئنا اليوم بأسئلته الملغزة، يفاجئنا اليوم بوضعياته المربكة لكل حساباتنا ولكل يقينياتنا إلا بعلم منفتح. إذن هذه المسألة الحضرية اليوم يجب أن نقرأها في مستوى المجال. ما هو هذا المجال الحضري؟ أين ينحد؟ هل ينحد في المدينة عند الكارونت بالتعبير يعني المغربي الدارج، أم أنه أصبح يتجاوز هذه الحدود التي تقول لنا بأن المدينة هي فضاء إداري أو شيء من هذا القبيل؟ في المحاضرة القادمة سوف ندخل في هذه التعريفات التي أعطيت للمدينة. هل نعرفها بمدخل إحصائي أم بمدخل إداري أم بمدخل سياسي؟ ما هي الأجدى المقاربة للأجدى؟ يعني بمعنى أين أن تنحد هذه المدينة؟ هل المدينة حاضرة في كل أحياء المدينة؟ أم أننا عندما نكون في مركز المدينة نكون في المدينة، وعندما نكون في هامشها نستشعر أنفسنا أننا خارج المدينة؟ لاحظوا معي أننا عندما نكون مثلا في حي بن سودة وتقول لزميلك علينا أن نذهب إلى المدينة، ماذا تقول؟ أنت تريد أن تذهب إلى السونتر فيل بهذا المعنى، واش ننزلوا للمدينة؟ واش نمشيوا للمدينة؟ رغم أن حي بن سودة هو ينتمي إلى مدينة فاس، وهذا يحدث في حي يعقوب منصور بالرباط أو يحدث في أي مكان. دائما نستشعر بأن قلب المدينة أو مركز المدينة أو الشارع الرئيس هو المدينة في حد ذاتها، وما دون ذلك لا ينخرط في المدينة. إذن لماذا يبنى هذا المخيال؟ كيف يبنى؟ ألا تكون أسبابه هو تلك الفروق الشاسعة، تلك التراتبات المجالية التي نلاحظها بأم أعيننا التي تنطلق من حي إلى آخر؟ إذن هنا علينا أن نطرح السؤال، ما هو المجال الحضري تحديدا؟ أين يبدأ وأين ينتهي؟ وهل فعلا يبدأ في مكان معين وينتهي في مكان آخر؟ سؤال المعنى أيضا، ما معنى المدينة؟ هل علينا أن نبحث لها في أصلها الروماني وفي أصلها اليوناني أساسا، إيروس بهذا المعنى والتي كانت تحيل على المدينة، أم علينا أن نذهب إلى مستوى لاسيتي بهذا المعنى وأن نقول بأن المدينة تتواشج مع المدنية، سيتي سيفيزم؟ ولكن هناك سؤال كبير، هل فعلا كل مدينة تحيل على المدنية لسيفيزم، أم أننا نعيش داخل مدن تفتقر إلى المدنية؟ لاحظوا معي ما حدث في كورونا الآن،
هل نعيش المدنية ذلك التسابق المحموم ما سمي باللهطة بالدارجة المغربية؟ هل يعكس سلوكا مدنيا الكثير من الممارسات التي تحدث بشكل يومي؟ إذن هنا سؤال المعنى حاضر بقوة. هل علينا أن نتجاوز المعنى وننشغل بالشكل؟ لا نهتم بالجوهر ونهتم بالشكل، ونبحث عن تحديدات إما إحصائية أو سياسية أو إدارية أو تاريخية هي التي تحدد لنا هذه مدينة وهذه غير مدينة. مدخل آخر وهو مدخل التغير الاجتماعي. أوضحنا قبلا بأن المجتمع دائما هو في تغير مستمر، لا شيء يثبت على حاله، دائما هناك تغيرات وهناك تحولات مستمرة. فهل مدينة فاس أو مدينة الرباط أو مدينة الدار البيضاء أو حتى بعض المدن الجديدة في إطار المدن الفلكية التي ظهرت ارتباطا ببعض المدن، مثلا سلة الجليلة أو تمسنا أو تمنصورت أو غيرها من المدن، ماذا عن تاريخها؟ ألا يمارس التاريخ نوعا من الحضور المكثف في تاريخية هذه المدن؟ تاريخها الطويل وتاريخها القريب، كيف نقرأ تحولات المدينة وتغيراتها الاجتماعية في إطار هذا التاريخ؟ سؤال آخر دائما ونحن نفكر، هذه مجرد محاضرة افتتاحية لكي نمارس نوعا من الجيمناز الفكري بصدد سؤال المدينة، سؤال التملك، سؤال الأرض، من يتملك المدينة؟ وهنا سأقدم بعض الأمثلة البسيطة. كيف نلاحظ ذلك التمييز بين ود البلاد ود المدينة وبين البراني، بين ود القاع والباع وبين ذلك الطارئ على هالمجال الذي أحيانا نمارس في حقه نوعا من التمييز؟ جاء من العربية أو أنهم الخيمة الطيارة أو شيء من هذه الأشياء التي نرددها في إطار نوع من التمييز المستمر داخل مجتمعاتنا. من يعتبر نفسه ابنا شرعيا للمجال ويحق له أن يتكلم باسم المجال ويتكلم باسم السماء أيضا كما لاحظنا في محاضرات سابقة؟ من هذا الذي بمقدوره أن يعلن بأنه ابن شرعي لهذا المجال وهو الذي يتحكم في إنتاج المعنى المديني؟ هذا كل المدينة والآخر طارئ على المجال. أيضا في مستوى العلاقات، في مستوى الأدوار، في مستوى المراتب، في مستوى القيم، في مستوى الممارسات والخطابات التي تنتجها المدينة. فالمدينة تنتج نوعا معينا من العلاقات، العلاقات التي تكون في القرية، علاقات تضامنية، علاقات عشائرية، علاقات قبلية، ولكن المدينة تنتج علاقات من نوع آخر، علاقات تفترضها انتماءات عضوية وتضامنية في نفس الآن ولكنها مختلفة عن الأخرى، لأن الأخرى مسنودة بأساس تاريخي، مسنودة بأساس دموي أو قبلي، مسنودة ببيئة محدودة في الزمان والمكان تفترض اللقاء وتفترض التحية وتفترض تقاسم هذا المجال والانشغال به والانهمام به. لكن ماذا عن العلاقات داخل المدينة؟ ودائما نفكر في هذه العلاقات في سيرورتها وسيرورتها في نفس الآن، لا نفكر فيها كعلاقات جامدة ولكن نفكر فيها كعلاقات متحولة. السلام، بعد أن كان السلام مثلا في العالم القروي هو آلية مراقبة، بمعنى أن القروي يسلم على الآخر في نفس الآن، يؤدي وظيفة دينية ولكن في نفس الآن يراقب المجال. اليوم التحية مع هذه الجائحة تتغير من مدلولها الديني ومن مدلولها التعارف والمراقبات إلى أنها ممكن أن تنتج الألم وممكن أن تنتج الموت، بمعنى أنه واقعة معينة ولكن تتغير وظيفتها
ويتغير التصور المرتبط بها بالنظر إلى ما يحيط بها من مخاوف ومن أشياء أخرى. ولهذا نقول بأن المجتمع لا يوضع في صندوق ثلج. إذ كانت التحية قبلا مطلوبة فاليوم فهي مرفوضة لأسباب صحية. إذن علاقات الحضر كيف تتغير وكيف تتطور؟ أدواره ومكاناته كيف تبنى هذه المكانة؟ إذا كانت المكانة الاجتماعية داخل المجال القروي تبنى بامتلاك الرسميل الرمزية والمادية، فهل نفس الشيء يصدق على هذه المكانة داخل المجال الحضري؟ إذا كانت ممارساتنا وخطاباتنا هي مسنودة إلى أساس قبلي وعشائري، فهل تتسرب هذه البنيات القبلية وهذه البنيات التقليدية إلى المجال الحضري أيضا؟ لابد أن نفكر في هذه المسارات ونحن نسائل المدينة، نسائل المدينة بطرح أسئلة مربكة. من يتملك المجال الحضري؟ من يعيد إنتاج هذا المجال الحضري؟ من يساهم في تملك هذه المدينة وفي توزيع إمكانياتها وفي توزيع حتى مراتبها؟ سوف نلاحظ بأن المجال كما أوضحنا في محاضرة سابقة هو واقع وتمثل واشتغال في نفس الآن. ولهذا دائما أقول بأن هناك بعض المفاهيم التي تمارس نوعا من الترحال، نوماديزم دي كونسبت بهذا المعنى، أنها تمارس ترحالا مفهوميا، ترحالا من حقل إلى آخر. والمجال يعد من هذه المفاهيم الترحالية. لهذا سوف نلاحظ بأن المجال حاضر عند الجغرافي، حاضر عند السياسي، حاضر عند علم الاقتصاد، حاضر عند المؤرخ، حاضر عند السوسيولوجي، عند الأنثروبولوجي، حاضر عند آلة التخطيط العمراني والتخطيط الحضري، بمعنى أننا نمارس نوعا من الترحال. وهذا المفهوم عندما يمارس ترحالا من مجال إلى آخر فإنه لا يفقد حمولته الأصلية التي تحيل على تمثل، لأن عندما نطرح كلمة مجال فنحن نتمثل إما أرضا ما، ترابا ما، مكانا ما، زمانا ما، ولذا كلنا لدينا هذا التمثل المفترض. المجال الحضري عندما ينطرح ينطرح هكذا ككلمة وأقولها، فكلكم طلبتي الأعزاء إلا وتتمثلون ويرتسم في مخيالكم صورة معينة، تمثل معين حول هذا الذي يفترض أن يكون مجالا حضريا. البعض ربما تنطرح أمام صورة المدينة القديمة أو صورة الشارع الرئيسي أو حي من الأحياء أو ربما حتى قرية، بمعنى كل واحد منا لديه تمثل معين، أو بعضنا ربما قد لا يعتبر أن المجال الحضري إلا هو باريس أو مثلا أي مدينة أخرى من المدن الغربية أو شيء من هذا القبيل. المجال علينا أن نفكر فيه كتاريخ، كسيرورة تاريخية بالأساس، ولكن المدخل الرئيس عندما نريد أن نفكر في المدينة كمجال حضري علينا أن نعتبرها بأنها ملتقى للتكامل المعرفي. كيف ذلك؟ المدينة يهتم بها السوسيولوجي، يهتم بها الأنثروبولوجي، يهتم بها الجغرافي، يهتم بها المؤرخ، يهتم بها السياسي، يهتم بها الاقتصادي. كل هؤلاء يهتمون بالمدينة. علينا أن ننتبه بأن المدينة هي ملتقى للتكامل المعرفي، هي ملتقى للعلم المرن كما أسميته قبلا. ولكن في نفس الآن المدينة أيضا يمكن أن تكون ملتقى للتفكير العلائقي. كيف ذلك؟ بمعنى أن ما يحدث في المدينة هو علاقات
لا يمكن أن نقول بأن علاقات محدودة، وإنما علاقات متعدية. لا يمكن بأن علاقات تنحد في مجال معين، ولكن هي علاقات تنسحب وتتسرب إلى مسارات متعددة. عندما نتحدث عن أحياء الصفيح مثلا، وهنا أود أن أنوه بزميل لنا عزيز يلتحق مؤخرا بجامعة عبد الملك السعدي، وهو ياسين يسني، أنتج أطروحة متميزة نشرت أخيرا اسمها حياة البراريك، وهو يتحدث هنا عن أحياء الصفيح. ولا ننسى بطبيعة الحال عمل مؤسس للمرحوم بوزيان بوشنفاتي حول أحياء الصفيح أيضا في مدينة رأس. هذه الأحياء عندما نريد أن نفكر فيها، هل نفكر فيها كواقعة حضرية، أم علينا أن نفكر فيها كواقعة متعددة الأبعاد والانتماءات؟ سأعطي مثال بسيط. نبدأ بالكريان، مسألة تسمية الكريان. هل تعرفون الأصل أنه كارياغ؟ ليست كارياغ التي تحيل على السيرة العلمية للفرد والسيرة المهنية، أبدا. كارياغ بمعنى المقلع، مقلع الأحجار. خلال الاستعمار، ولاحظوا معي العلاقة المتعدية كيف تبدأ، سأعود إلى سنة 1912 تحديدا. أولى النصوص القانونية التي أنتجها المستعمر مالي قانون التحفيظ العقاري. لماذا قانون التحفيظ العقاري؟ من أجل الاجتتات القروي، من أجل التهجير القسري للفلاحين. كيف ذلك؟ كل الفلاحين الصغار بطبيعة الحال والكبار طولبوا بأن يعملوا إلى تحفيظ أراضيهم، وبطبيعة الحال مسطرة التحفيظ تقتضي تقديم حجج الملكية، ما سمي بالحجوج. أغلب الفلاحين الصغار تحوزهم هذه الإمكانيات، لا يتوفرون على حجج الملكية، لهذا وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها فلاحون بدون أرض، من فلاح يملك أرضا إلى فلاح بدون أرض. ما هو الحل؟ مع توالي سنوات الجفاف هو التهجير، ولن أقول الهجرة القروية، التهجير القسري. دفعوا دفعا إلى أن يهاجروا باتجاه المدينة. المدينة بطبيعة الحال لم تشرع في وجهم الأبواب، وإنما هامشها كرياناتها هي التي ستشرع الأبواب في وجههم، ليتحولوا إلى عمال، إلى مياومين. وبطبيعة الحال لأن الرأسمالية المتوحشة دائما تميل إلى استعباد البشر، فإنها ستسمح لهم بإقامة براريك في نفس المكان الذي يعملون فيه. عودوا مثلا إلى أكراش. أكراش الآن تم ترحيله إلى مدينة عين حودة، ولكن قبل كانت هذه البراريك هناك لأن أهلها كانوا يعملون في المقالع التي كانت سببا في بناء الرباط. إذن نشأت هذه البراريك، هم قرويون، تم تهجيرهم، تم الدفع بهم دفعا إلى أن يتركوا أراضيهم وأن يلتحقوا بالمدن وأن يلتحقوا تحديدا بهوامشها. وعندما جاءوا إلى هذه الدواوير فإنهم لم يخونوا نصهم الأصلي، بل عمدوا إلى وشم ووسم هذه الدواوير بتسمياتهم الأصلية. كاريان طوما، كاريان سكويلا، كاريان رحامنا، كاريان سراغنا، وهكذا دوال كاريان الشاوية وما إلى ذلك، ولد سعيد وما إلى ذلك. بمعنى أنهم عادوا إلى المدينة ولكن جاءوا بما يحيل على انتماءاتهم القبلية والقروية الأساسية، فنشأت هذه الدواوير. ولاحظوا حتى التسمية، الدوار هو معطى سوسيو مجاري قروي تم ترحيله إلى المدينة
من أجل الحفاظ على هوية تعرضت للتمزق. فنشأت واتسعت هذه البراريك وأصبحت كالفطر تتسع، وسوف نلاحظ بأنها كانت تتسع أكثر خلال كل كرنفال انتخابي، لأنها تحولت إلى خزان انتخابي ساعد الأحزاب الإدارية أساسا في إعادة قلب المعادلات السياسية. إذن عندما نتأمل أحياء الصفيح فهي واقعة حضرية، ولكن عندما نفككها سوسيولوجيا سوف نلاحظ بأن لها أبعاد تاريخية، لها أبعاد سياسية، لها أبعاد اقتصادية مرتبطة بالعمل، لها أبعاد مرتبطة بالاستعباد، مرتبطة باللا عدالة المجالية. إذن هذه هي قيمة التحليل السوسيولوجي، لا يجعلنا ننظر للبراكة كأنها واقعة حضرية فقط، ولكن نسعى إلى التفكير فيها من مداخل متعددة. إذن هنا علينا أن ننتبه بأننا نحن في حاجة إلى هذا العلم المنفتح الذي يسمح لنا بعودة مشروطة إلى التاريخ، يسمح لنا بعودة مشروطة إلى المحلي لوكال. عندما تريد أن تفكر في السوسيولوجيا الحضرية عليك أن تنتصر للمحلي، وأن تفكر في هذا المحلي في أبعاده التاريخية، في أبعاده الرمزية. ولكن الآن علينا أن نطرح سؤالا آخر، ماذا نستهدف من نقاشنا حول المدينة؟ ما الذي يتعين علينا أن نفكر فيه ونحن نسائل الزمن المديني؟ هل نستهدف البنيات والنظم الحضرية؟ هل نستهدف العلاقات والأدوار؟ هل نستهدف المكانات والتراتبات؟ هل نستهدف القيم والطقوس والمعتقدات؟ كل هذا نستهدفه في إطار التفكير في المدينة، في إطار جدل الإنسان والمجال. السوسيولوجي الحضري يفكر في البنيات الحضرية، في النظم الحضرية، دائما يفكر في إنتاجها وفي إعادة إنتاجها، كيف تم إنتاجها وكيف تمت عملية إعادة الإنتاج. كل هذه البنيات الحضرية اليوم، ما أعطي مثال بسيط وهذا يمكن أن يكون موضوعا أيضا لبحث التخرج، الانتقال من السكن الأفقي إلى السكن العمودي، هذه بنيات، هذه نظم جديدة، ما الذي حدث فيها وما الذي أحدثت من تغيرات في المخيال، في التصورات، في العلاقات الاجتماعية؟ شاب أو أسرة كانت تعيش في سكن أفقي، في براكة أو في سكن حاط بالكرامة، ولكن بين عشية وضحاها لضرورات التنظيف الاجتماعي أو ضرورات العدالة الاجتماعية تحولت إلى سكن عمودي في إطار العمارات. ما الذي حدث؟ مهمتنا أن نفكك هذه الأشياء. أعطي مثال، مثلا مدينة الرباط كانت فيها واحد مجموعة من الأحياء الصفيحية، وكانت في وسط المدينة، بمعنى أنها في يعقوب منصور أو في قصر البحار أو في مناطق يعني قريبة من مركز المدينة. بين عشية وضحاها ولضرورة التنظيف الاجتماعي بين قوسين، تم ترحيل هؤلاء من مدينة الرباط إلى ضواحي الرباط في عين عودة حديدة. ما هي الضرائب الاجتماعية؟ ما هي الآثار لهذا التنقيل بهذا المعنى؟ هذه مهمة السوسيولوجي، أن يفهم هذه البنيات الجديدة، هذه النظم الجديدة. أيضا مستوى العلاقات والأدوار، علاقات الإنسان الحضري، ما هي محدداتها الاجتماعية والسوسيولوجية؟ أدواره، ما هي محدداتها السوسيولوجية أيضا؟ المكانات، كيف تبنى المكانة للستاتي بهذا المعنى؟ هل تنضبط لنفس القوانين ولنفس الانتظامات التي تكون في المجال الحضري، المجال القروي، أم أنها مختلفة ولها قيم
ولها طقوس ولها معتقدات أخرى. دائما أوصي طلبتي الأعزاء بمسألة أساسية، ما هي مهمتنا من قراءة الواقع؟ مهمتنا الرئيسية كما أقول هي متابعة أو ملاحقة اللعب والرهان، le jeu et l'enjeu، اللعب الدائر في الحقول الاجتماعية، في هذه النظم، في هذه البنيات، في هذه المجالات. ما هو اللعب الدائر؟ واليوم أدعوكم إلى تتبع اللعب الدائر في العالم بصدد واقعة كورونا، le jeu. اللعب لا تأخذوه بأنه معنى قدحي، اللعب هي استراتيجيات الفاعلين، هي تفاعلاتهم، هي حركياتهم، هي ديناميتهم فوق المجال. اللعب ليس معنى قدحيا، عليكم أن تتجاوزوا هذه النظرة القدحية، وعليكم أن تنتبهوا بأن اللعب في حد ذاته حتى في مستواه العادي هو جد الجد. اللعب هو جد الجد، كيف ذلك؟ تأملوا أي لعبة، أي لعبة، ورق أو شيء من قبيل، سوف تلاحظون بأنها تنضبط انضباطا إلى قوانين صارمة. لعب الكرت، لعب النرد، أي لعب، لعب كرة القدم، أي لعب فيه قوانين صارمة تقتضي جزاءات، تقتضي الطرد أحيانا من الملعب. بمعنى حتى في اللعب هناك جد الجد. اللعب الذي نقصد اليوم في الحقول الاجتماعية ما هو؟ وهذه الديناميات، هذه الديناميات والفعاليات المتعددة التي تحدث علينا أن ننتبه إليها. المستوى الثاني وهو لونجو، وهو الرهان. ما هي رهانات الفاعلين؟ ما هي أبعاد مشاركاتهم؟ ما الذي يرتهنون إليه ويراهنون عليه ويقامرون بين قوسين عليه من أجل الدخول في صفقات أو في ألعاب أو شيء من هذا القبيل؟ le jeu et l'enjeu. إذن الذي نتغياه من الدرس السوسيولوجي في سؤاله للمدينة هو أن نفهم المدينة في حد ذاتها، أن نفهم شروط إنتاجها، أن نفهم دينامياتها، أن نفهم تراتباتها. وهنا أعود مرة أخرى إلى مانويل كاسترز عندما يقول بأنه ليس هناك من مجال محايد. بمعنى هناك ما الحياد، ماذا نقصد به؟ الحياد هو الصمت ولا كلام، الحياد ولا موقف. المجال ليس محايدا، ليس صامتا، المجال الحضري، وأي مجال كيفما كان لونه وشكله هو ناطق. ولكن المشكلة أين تكمن؟ أننا نحن كسوسيولوجيين، كمنتمين إلى مدرسة القلق الفكري، نحن الذين يفترض فينا أن نستنطق هذا المجال، أن نقول ما الذي يقوله هذا المجال، ما الذي يريد أن يقوله هذا المجال. وهذه مهمتنا الأساسية. هناك نمط عيش حضري، ندرس المدينة في تاريخيتها، في نشأتها، في تطورها، في أنماطها، في وظائفها، ما الذي تؤديه اليوم. ندرس أشكال المشكلات الحضرية المرتبطة بالتلوث، المرتبطة بالنقل الحضري، المرتبطة بالإجرام، المرتبطة بالتسول، المرتبطة بالعمل الجنسي. كل هذه مشكلات حضرية نفكر فيها. ندرس خصائص هذه الحياة أو الثقافة الحضرية، لأن الأمر يتعلق بثقافة حضرية نريد أن نفكر فيها ونريد أن نفهمها. هذا النمط المعيشي، هذا الذي يسمى موقفا من الحياة، نسميه الحضرية. نمارس أو نفكر أيضا في سيرورة التحضر، هذا التمدن، هذا الاتساع، المدينة التي تنتج ذاتها وتتجاوز ذاتها في نفس الآن، كيف تبني هذه الفارقية، نفكر فيها أيضا. نفكر أيضا في الإيكولوجيا الحضرية وفي المورفولوجيا الحضرية، كل ما يرتبط بهذا الجانب.
تأثير الحياة الحضرية على السلوكات، على المخيال، على النظم، على العلاقات، على الأدوار. ندخل أيضا في مقارنات بين مدينة ومدينة، بين مدينة وقرية. علينا أن ننتبه بأن التفكير في المجال القروي وفي المجال الحضري هو تفكير قديم جدا، وكما قلت لكم بأنه يجب أن نعود إلى بداياتنا، إلى بداية الإنسان وانتقاله من حال الترحال إلى حال الاستقرار، لنفهم بأن المدينة كانت موضوع للتفكير. الإنسان فكر في نفسه، فكر في أقرانه، فكر في أشباهه، فكر في مجالاته التي تأويه في البدء، بمعنى أنه تفكير قديم. ولكن التفكير التخصصي، دائما أقول لكم بأن السوسيولوجيا كعلم مرت بثلاث لحظات أساسية. اللحظة الأولى يمكن أن نسميها لحظة الفلسفة العامة، بمعنى أن التفكير السوسيولوجي كان في إطار فلسفة عامة، وهنا أن الفلسفة كانت هي التي تسيطر على كل العلوم. بعد ذلك ظهر ما سمي بالتفكير الاجتماعي، وهنا ندخل ابن خلدون والفارابي وغيره ضمن هذه الخانة التي تسمى سجل التفكير الاجتماعي. بعد ذلك وصلنا إلى السوسيولوجيا العامة أساسا مع الرواد، بدءا من سان سيمون وإيميل دوركايم وأوغست كونت وماكس فيبر، كل هؤلاء في إطار السوسيولوجيا عامة. سوف تلاحظون بأن إيميل دوركايم انشغل بالتربية، انشغل بالتاريخ، انشغل بالدين، انشغل بالانتحار، بقضايا متعددة في إطار سوسيولوجيا عامة، إن سوسيولوجي جنرال. لكن لاحظوا ما هي، أنه بدءا من الحرب العالمية الثانية أصبحت سوسيولوجيا تتجه نحو التخصص. إذا المرحلة الأولى مرحلة الفلسفة العامة، مرحلة الفكر الاجتماعي، مرحلة السوسيولوجيا العامة، وهي التي أعطتنا هذه التفريعات التي جاءت بعدها. لأن العالم بعد الحرب العالمية الثانية وجد نفسه أمام عسر المعنى، نفس الحالة التي تنطبق علينا الآن، عسر المعنى. أناس ينفرض عليهم أن يكونوا في بيوتهم، حالة رعب، حالة خوف من مجهول، من عدو افتراضي، من كائن مجهري أربك هذا العالم. ولكن كما قلت في بداية هذه المحاضرة، إن كان لكورونا من درس فهو درس العودة إلى الإنسان، فهو درس العودة إلى العلم، فهو درس العودة إلى السؤال. هذا أعتبره درس الدرس الذي ينبغي أن نفيده من واقعة كورونا. ولكن هذه الواقعة أنتجت اليوم عسرا للمعنى، هذا الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية. وجد العالم نفسه أمام خرائب، أمام ثكلى، نساء ثكلى، أمام أيتام، أمام نوع من البوار المجتمعي، ونوع من الكساد، نوع من الاحتباس القيمي. كيف استطاع العالم أن يدمر نفسه بحرب عالمية؟ هنا كان الاستنجاد مرة أخرى بالعلم. ارتفع الطلب السياسي والاجتماعي على العلم، وهو ما يحدث اليوم. اليوم لم يرتفع الطلب السياسي على التفاهة، ولم يرتفع الطلب السياسي على الغناء، ولم يرتفع الطلب السياسي على الرياضة، وإنما ارتفع الطلب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على العلم. العلم مفتاح الفرج، العلم مفتاح الفرج. هذا هو درس الدرس الذي ينبغي أن نفيده من هذه الواقعة. إذن ارتفع الطلب السياسي والاجتماعي والاقتصادي على العلم، فظهرت السوسيولوجيات التخصصية، ظهرت سوسيولوجيا القرية بعد أن كانت سؤالا مركزيا ضمن السوسيولوجيا العامة وضمن الفكر الاجتماعي وضمن، بمعنى أن هذه مواضيع كانت تناقش قبلا، ولكن مع الحرب العالمية الثانية
كان الاتجاه إلى التخصص المعرفي، كان الاتجاه إلى خلق فروع تخصصية معرفية، فظهرت السوسيولوجيا الحضرية، سوسيولوجيا الإعلام، سوسيولوجيا الاقتصاد، وهكذا دواليك. اليوم نعيش واقع إبستيمولوجيا أخرى، وهي التخصص داخل التخصص. كنا في العام وصلنا إلى التخصص، اليوم التخصص داخل التخصص. ودائما أقدم هذا المثال بسوسيولوجيا الإعلام والاتصال. كانت قبل سوسيولوجيا الإعلام والاتصال، لكن اليوم لدينا ضمن هذه السوسيولوجيا التخصصية فروع تخصصية أخرى، وهي سوسيولوجيا الإنترنت، سوسيولوجيا الهاتف النقال، سوسيولوجيا المواقع الافتراضية، وهكذا دواليك. إذن علينا أن ننتبه بأنه هذه السوسيولوجيا الحضرية هي اليوم تمرة لتحولات ولقطائع إبستيمولوجيا في نفس الآن، وهي امتداد لأسئلة نوقشت قبلا وطرحت منذ قبل. طب الحال منذ القرن السادس عشر على الأقل كان هذا الانشغال بالمدينة في إطار نوع من التخصيص ونوع من التفريع. ولهذا هناك من يقول بأنه العالم الإيطالي جوفاني بوترو سنة 1598 نشر كتابا بعنوان أسباب نمو المدن. إذن هنا نلاحظ بأنه بدأنا نفكر في المدينة بنوع من التخصص، لم تعد تنطرح فقط كموضوعات متفرقة ضمن رؤى فلسفية. مثلا عندما نتحدث عن الفارابي المدينة الفاضلة، عندما نتحدث عن أفلاطون أيضا وهو يقسم الأفراد إلى أناس من ذهب أو شيء من هذا القبيل، عندما يتحدث حتى عن الطاعون وعن الأمراض التي نشأت في المدينة، فهناك تفكير في المدينة، تفكير في أسئلة المدينة. ولكن سوف نلاحظ بأن التخصص التفكير بهذا المعنى أو التخصص العلمي تأخر شيئا ما، تأخر من حيث التخصص إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن من حيث سعة التفكير فعلى الأقل منذ القرون الوسطى بدأ سؤال المدينة يستفز الفلاسفة والمفكرين والباحثين. في هذا الكتاب صادر سنة 1598 حاول أن يتتبع النمو التاريخي للمدن، أن يفهم هذه المدن كيف تطورت عبر التاريخ، وكأنه يطرح سؤال المحاضرة القادمة وهو شروط إنتاج المدينة، كيف تنتج المدينة؟ هل العامل الطبيعي فقط هو الذي ينتج المدينة؟ هل العامل التاريخي؟ هل العامل السياسي؟ هل العامل الاقتصادي؟ بمعنى ما هي العناصر التي حسمت في إنتاج المدن وفي اضمحلال مدن أخرى؟ لأن هناك مدن انتمت إلى الفائت، هناك مدن انتهت تاريخيا، ولكن هناك مدن حافظت على استمراريتها وحضوريتها الآن. هناك عمل مهم أيضا قدمه جودون تسيزربرغ بعنوان علم الاجتماع الحضري المقارن، وهنا هذا العمل أشار فيه هذا الباحث إلى أن القرن السادس عشر هو البداية الفعلية للدراسة الحضرية، يعني أن جوفاني كان بمثابة ذلك الشخص الذي أطلق أو أشعل الفتيل بهذا المعنى، هو الذي أطلق تلك الدينامية، دينامية التفكير في المدينة. علينا أن لا ننسى بأن ماكس فيبر، وهذا ما لا ينتبه له الكثير من الباحثون، أنه دائما أدعو طلبتي الأعزاء إلى أن يخرجوا من العلبة، التفكير خارج العلبة، thinking out of the box. لأن مشكلتنا في كثير من الأحيان هي أننا عندما نستحضر ماكس فيبر نستحضر فقط ماكس فيبر الأخلاق البروتستانتية ونمو الرأسمالية، نضعه دائما ونحشره في هذه الزاوية، وإن تقدمنا يمكن أن نقول العالم والسياسي لو سافون لو بوليتيك. ولكن علينا أن ننتبه بأن ماكس فيبر كان موسويا وقدم الكثير من الأعمال المهمة. له كتاب جميل جدا، هو صغير في حجمه ولكن مهم جدا، المدينة لا فيل سنة 1858 تحديدا،
حاول أن يحلل فيه طبيعة المدينة، ما هي وظائفها السياسية، ما هي وظائفها الإدارية، وقدم مدخلا أساسيا لسوسيولوجيا المدينة. بعد ذلك أدنا فيبر سنة 1899 أنشأت، قدمت بحثا مهما اسمه نمو المدن في القرن التاسع عشر، يعني كيف نمت هذه المدن. لا ننسى أيضا مدرسة شيكاغو، يعني أن اشتغالها بالأساس راه منطلق من المدينة. ما الذي حدث في هذه المدينة؟ هذه المدينة التي كانت تأوي عددا معينا من المهاجرين ومن السكان الأصليين، ففي سنوات معينة وقع نوع من الانفجار الديمغرافي، وقعت مجموعة من التحولات. هذا ما ينبغي أن يهتم به السوسيولوجي الذي ينشغل بالسوسيولوجيا الحضارية. سنة 1910 تحديدا ريني موريه، كتاب جميل جدا، نشأة المدن ووظيفتها الاقتصادية. هنا يغير المدخل القرائي وينشغل بشيء آخر، بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الشرط التاريخي أو شروط إنتاج المدينة، ولكنه ينشغل أساسا بالمدينة ونشأتها ووظيفتها الاقتصادية. هنا يمكن أن نقول بأننا أمام تحولات كبرى في علم الاجتماع الحضري. المهمة الأساسية التي ينبغي أن ننشغل بها، وهو أن المدينة هي مختبر سوسيولوجي حيوي، بمعنى أننا ونحن نلاحق تحولاتها ونحاول أن نقرأها، فإننا نقترب من خصوصية التحليل السوسيولوجي ومن هدفية التحليل السوسيولوجي. مثلا هناك مسألة مهمة جدا أكدت عليها طيلة هذه المحاضرة، وهي العودة المشروطة إلى التاريخ. لويس مانفورد له كتابان مهمان، الكتاب الأول وهو المدينة في التاريخ، والكتاب الثاني هو ثقافة المدن. هنا مانفورد قال لنا بأنه علينا أن نعود إلى التاريخ لكي نفهم المدينة. التحليل التاريخي هو الذي يسعف في دراسة المدينة، بمعنى أردت أن تنتصر للسوسيولوجيا الحضارية أول شيء هو أن تقيم صلحا مع التاريخ. فعندما نفهم هذا الأمر يمكن أن نصل إلى معنى المدينة أو المعنى المخبوء في المدينة. لا ننسى باحثا مهما آخر وهو لويس وات، لا ننسى مقالته الشهيرة سنة 1938، الحضارية كأسلوب حياة، مود دو في، بمعنى أنه فتح قوسا جديدا وفتح مسارا جديدا، وهو أن نفكر في المدينة من زاوية أنتروبولوجية، من مدخل أنتروبولوجي، أن نتناول الطقوس، أن نتناول الممارسات، أن نتناول اليومي، ما الذي يحدث في هذه المدينة. إذن علينا أن ننتبه وأن نستمر في مساءلة المدينة وأن نفكر فيها. إذن محاضرتنا لهذا اليوم كان هدفها الرئيس هو أن نؤكد على أن المدينة هي أفق للتفكير وستظل دوما أفقا للتفكير، ولكن كيف يكون هذا التفكير؟ من مدخل العلم المنفتح، من مدخل السوسيولوجيا المرنة التي تسائل الواقع الاجتماعي، تبحث في رهانه، تبحث في لعبه، تسائل هذا الواقع الاجتماعي وتهفو إلى قراءة مضمره قبل معلنه، تهفو إلى التفكير في البنيان، في المخيال، في كل العناصر الناظمة لهذا الواقع. دائما كما تذكرون أحبتي بأنني أصر في الختام
على أن تكون الحكمة والعبرة من أشياء تحيط بنا في الواقع. طبعا تعلمون بأن الظرف عصيب جدا، ولكن لا بأس أن تكون هذه الجائحة مناسبة لإعادة قراءة الواقع. لا بأس أن أذكر بحكاية شجر البامبو التي تعرفونها جميعا. تعرفون بأن هناك تمييز بين ساق البامبو وبين شجر البامبو. ساق البامبو هو نبتة صغيرة يمكن أن تنبت وتستمر وتقاوم بدون جذر وبدون تربة في أي مكان في أي وضع، سواء في مزهرية فاخرة أو في كأس بئيس، يمكن أن تزهر وتستمر.